احنا هنتكلم عن مرض الملاريا، وده لان الكلام كتير قوي دلوقتي، طلعت كلمه تمام ملاريا تاني ترن في ودن الناس. تمام في الاول نقول بس الملاريا ده عباره عن ايه ونفكر الناس بيه. تمام. اولا بس الملاريا من الامراض اللي مش موجوده في مصر، يعني مرض بيجي من الاصابه بتبقى في احد البلاد الموبوءه بالملاريا، وبعد ما المريض بيجي مصر بتبتدي تظهر عليه الاعراض. الملاريا هي مرض ناشئ عن الاصابه بنوع معين من الطفيليات بتنتمي الى فصيله يسموها البلازموديوم، وبتنتقل عن طريق نواقل اللي هو اشهرها طبعا لدغه البعوض، وبعوضه مشهوره قوي اسمها انثى بعوضه الانوفيلس. المرض ده مش معدي من شخص لشخص، لازم يكون في النص لا في بعوض، ناقل بعوضة، لازم يبقى فيه طبعا بعوضة ومش ناموسة. لا بعوضة، ما هي الناموسة بس نوع معين من الناموس اللي هو مش موجود هنا. لا موجودة هنا بس هي الطفيل نفسه مش موجود، يعني الناموس مش معدي، فعلشان كده ما عندناش بفضل الله تعالى. ولما بتظهر حاجات كده خفيفة على طول بيتم السيطرة عليها ويتم القضاء. والملاريا من الأمراض اللي هي قابلة للشفاء. في أربع أولا في أربع أنواع من الملاريا، من الطفيليات الملاريا، منهم نوع شديد الخطورة، والتلات أنواع الأخرى بين الملاريا الحميدة اللي هي لا تسبب مشاكل لكن يعني عبارة عن حرارة ورعشة وكده وبتم علاجها وبتعملش مشاكل ولا مضاعفات مبيتة. لكن النوع اللي هو اللي يسموه الملاريا الخبيثة ده اللي بيسبب نوع من الطفيليات اسمه بلازموديوم فالسيبيرم، ده الحقيقة من الأنواع الشديدة الخطورة، لها مضاعفات ولها مشاكل قد تؤدي إلى الوفاة. الملاريا منتشرة في بلاد كتيرة معينة من العالم لكن مش ومعروفة. من ضمنهم مصر ومعروفة، يعني طبعا بنخص بالذكر البلاد أفريقيا وسط وشرق وغرب أفريقيا، شمال وجنوب أفريقيا ما فيهمش ملاريا، بعض بلاد جنوب شرق آسيا، بعض جزر هايتي، منطقة الشرق الأوسط، بعض البلاد معينة من في منطقة الشرق الأوسط. عشان كده لما حد بيسافر لإحدى هذه البلاد بيبقى مطلوب منه ياخد بعض الأدوية أو بعض التطعيمات. طبعا هو اي شخص مسافر لابد ان هو بيتوجه لايه، مفترض ان هو يتوجه لاداره مكافحه الملاريا في وزاره الصحه، بيتعرف على التعليمات والارشادات والحاجات الوقائيه، الادويه الوقائيه اللي ممكن بياخدها، وده لازم يروح قبل السفر يعني باسبوعين تقريبا على الاقل. ليه؟ لان هو المفروض ان هو بيبدا العلاج قبلها بفتره، العلاج عباره علاج دوائي ادويه وقائيه، وده بيعتمد على الديوريشن اوف تريب او اللي هي فتره الرحله اللي هو يقضيها. هل هو رايحها بزنس مثلا 3 ايام 5 ايام، يحضر مؤتمر رايح جاي مش هيطول، في الحاله دي بياخد من الادويه الوقائيه اللي هي مش محتاج لحاجات اللي هي طويله المدى، يعني مثلا زي التتراسايكلين، عقار التتراسايكلين او الفيبرامايسين، بياخده قبل ما يروح بيوم وبعد ما بيرجع برضو بايه بايام، وده بيبقى حاجه وقائيه علشان حاجه وقائيه في خلال الايام القصيره اللي هو يقضي فيها. لو حصل عدوى ما يبقاش لو حصل لو اتلدغ ولا تم في الحاله دي ما بيتاثرش. الى جانب طبعا في بعض التعليمات ان هو يتجنب الخروج في من البيت او المكان اللي هو مقيم فيه في اوقات معينه، في اوقات خصوصا بالليل يعني بعد الدرم، لان الناموسه دي ليها توقيت معين في في اللدغ او القرص، تبتدي من ايه بدايه من اول ما الليل يليل لحد ايه الفجر ما يطلع. عشان كده دي المشكله، فبالتالي المفروض ان هو بيقفل نفسه، ينام بدري، ينام تحت ناموسيه ان امكن، يغطي جسمه كويس ما يبقاش في حاجه من جسمه مكشوفه، ويرش المكان اللي هو هينام فيه بمبيد حشري ولا حاجه عشان ما يبقاش فيه ناموس. يعني دي تقريبا الاجراءات. لو هو بقى رحله طويله المدى بيبتدي فيها نوع معين من العقاقير زي اللي هو الميفلوكوين او ده الاسم العلمي يعني او اسم تجاري. احنا